والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله بدينا وعلي بيصلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباحكم ورد وفل وياسمين، يا صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية ديما وكيما العادة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم كل نجاح وفلاح وبداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله ربي ينجح جماعة البكالوريا، وإن شاء الله ربي يوفقهم ويوفق كل من يعدي. سمحوني على الحس، اليوم الصباح بكري نهار اثنين فما ريح قوي قوي في قفصة، الدنيا بردت من البارح واليوم، رغم انه في الجيلة تسخن تسخن، لكن في الليل ها ما شاء الله والصباح بكري ريح تفيق فيا. حل البيبي شوية وجيني، حل البيبي شوية وجيني، تفتش علي. روحت لتونس انا، روحت لتونس. وين الكار؟ جيبولي الكار متاع تونس. سعملت لمرمتك. ها؟ سعملت لمرمتك. مش عملت انت ضربتني؟ ناش نروح. نقول لهم روح، يقول يا اخي مش عملتك تطفيت. هاني مروحة دو. امك فاقت خلتني محطة بالكرهبة. يا اخي فيها زريعة. فيها زريعة؟ ليه ليه فيهاش حتى زريعة. فيها صشي. فيها صشي هذيك لوبين. لبين. صباح الورد الساعة نقول. صباح الحب. صباح الحب. صباح العسل من العسل، يخيني روع عسل روع عسل يتمشمش. شفتوا صبحيتي مع تيم، تيم ريتو حاجة يجي من القرية نبدأ نسمع فيه مشير هو يا أخي تطفتنا هنا، وكي يبدأ في الدار ويفيق الصباح يجي فتش علي فانا بلاصة، أنا يحل علي البيبان يبدأ يفتش علي من بلاصة لبلاصة يخاف للروح. نضحك البنات خاطر كان تعرفوا شو الإجابات متاعه، كي يبدأ يقول لي نقول له يا أخي نقول له راني شوفوا لي كارتونز، يبدأ يقول لي يا أخي تطفتنا أنا شعمت لك يا أخي يا أخي كوكوانا نهدد فيه بش يا اخي تطفتنا. انا قلت لك يا اخي، انا قلت لك كلمه خايبه يا اخي، خينا عركتك تطفتني يا اخي، عرفتوا كيفاش كاني انا غضبانه وباش نروح. لازم منه المروحه حاسيل وصديقاتي. ندخلوا على بركه الله في روتيننا اليوم. كما تتفكروا ديجا في الروتين اللي فات وريتكم قلت لكم رانا مشينا الحين نور خذينا خضرتنا والكل. عاد نسرين باش تعمل لي كسكسي بالمرشين، قالت لي فات نراهو مش نتاع خاطر هما معروفين بيه القفاصه، تحيه للقفاصه يعني ناس قفصه. احنا في المتلوي الحقيقه ما نطيبوش المرشين، نطيبو بالسلق ولا بالسبناخ. قالت لي توي علقوا راهو البنات فاتني يقولوا لي راه مش هذه الطريقه، قالت لي هذه طريقتي انا. هو المهم يشبه للسلق يشبه للسبناخ، الطعم لا يختلف، ولكن بريسك معناتها احنا طيبات ونسرين
تقريبا كيما كسكسي بالسلق ولا كسكسي بالسبناخ، يعني حطت المرشين هذاك حطته يتقلى مع البصل، وبعدين زدت دجاج وبدت تتفوح، وحطت شوية فلفل معناتها مكوش، وحطت طماطم معجونة. كان الصوت معدي ولكن حاطين قرآن، جا صوت القرآن ما تعرفوا يعني ما نجمش نعدي خاطر ما يقبله ليش، فقصيت الصوت. يا حبذا كان جاي تعديلي بالقرآن، يعني ساعات نعديكم روتين طبيعي روتين تلقائي، مش طبيعي روتين تلقائي، ما فيش لا مونتاج لحد شيء، مع الأسف ما يعدوش الصوت يعني ما يقبله ليش. المهم قلت لكم عاد حطينا بحكم أنا ناكل بالدجاج، عملت أنا سنين بالدجاج، حطت فلفل مرحي أحمر وحطت شنو هو، بعدين تحكي لكم هي ديجا طو نحكوا عليه خطر بعد كيك من القرآن باش نحضروا كسكسي باش تسمعونا معناتها ونحن نحكوا. حطت الفول، تجمو تعملوا حمص فول البقول اللي انتم ما تحبهم، ولو ان هي قد يراه ما يجيش فيه البطاطا معناتها ما يعملوش فيه، يعملوا فيه المرشين هذي حصير، وحطتني طريقته وبعدين تسمعوه. وهنا حطت الماء يغلي هذاك سخناته وحطته معاه، تفوحه تفويح عادي تفويح نتاعنا التونسي، نجم تحطوا اللي عنده هريسة عربي نجم يحط الهريسة عربي، وانتو كحاجة نقولوا احنا صحية، كل ما هو اخضر كل ما هو خضرة راهي صحية. شنو هو هذا امين؟ كسكسي بالمرشين، كسكسي قفصي. اي عرفنا بالكسكسي القفصي. وبل اول مرة طفيت نفقتو عن صاحبي بالحق، قلت ما نعرف صح يا خاطر القفاصة يعملوها. ليش كانت الطناجة قبل تعطينا الطناجة قفصية هكاك ولا لا؟ اي مانيك اول مرة خاطر القفاصة هما اللي يعملوا جماعة متلوية جينيرالمون ما عندناش فكرتيني في عادات الطناجة. سيب امان الله، سيب امان الله، راهي تبدا يدك مسخه ولا حاجه. سيب لا ولدي حنوني حل الضوء من لحظه بالله خلق بني دمك وضاوي هكا كذا. تحبي كاسه؟ نحبها كاسه. اي برا نحبها كاسه يعني الكعبه ما تحبهاش مبلوله برشا، نسيت تحبها شايحه شوي يابسه شوي. انا لا نحبها تبدا راويه الكعبه الكسكسي، عجينه مقرونه كامله طريه نكلي بالحق والله. اي قلت لك نادر صافي كي نبدو في دارنا تصورين انت خويت، اي كل واحده تحب تحب الباتا طريون كيف نادر صافي، ونسرين تحب يابسه شوي نبدو نتعاركوا شكون باش تاكل الباتا نتاعها. نقولها ما طيبش طيبها درصا، شفتي انا نحب يبدوش يدروح هكا مش في الثانيه، الثانيه كنزيدها شويه ما يطراش. خاطر حنا نعملو تثنيتين ديما، نقول رانا نعملو تثنيتين عليهم يعملو تثنيه واحده. اي ما هو المفور هذايا مش اكثر الناس يعملو تثنيه واحده، نحنا ديما نعملو زوز تثنيه الاولى بالباهي وبالثانيه هكا كبار. اي ثانيه خفيفه يتعلم رو امان في بالكم. طيبنا سفه امان نهار أمانة ما كليتش منها. تعرفش علاش أمانة ما كليتش السفة رو بالحق؟ ما كلي علميني كسي بمرشين كلي أمه مسكينة تعرف. يا تسنين كلي أنا نعرف نطيبه. هي توا إحنا باش نذوقوا كسكسي المرشين خاطر أنا ما كليتوش قبل. أي هو رو تقريبا من عائلة السلق والصبناخ يظهر لي هكاك. أوه شنو رو ما كان في بالك شنو فاتت؟ تحكي برا؟ مرشين شنو؟ انا تحكش نعرفها. اي ريت اللفت كي بدا يطلع صغير. الخضوريه نتاع اللفت، الورقه نتاع اللفت. يا السيده ديما تقولي فاتنا هيك ورق اللفت، نطيب ورق مرقه لفتيه تتسمى الحاسيل بورق اللفت. اي 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 هاي هذاك هو المرشي يا مرسي على المعلومه. عرقت وكي غير طلع فهمت شو تنو تعمل فبقى عندي زلفت انا نحبها. يعطيك الصحة نسرين، هاي نسرين قاعدة تسيق ترى اليوم ولا مريضة. بطاطا ربيت ماما كان بطاطس زينة. مليلة البطاطا بحكم انت تاكل البطاطا خاطر احنا ناكلوها البطاطا. نسرين تسيق اليوم، انا حاشكم في حالة راني واقفة بالسيف يمشيني امان ويجيبني امان. اخذوا نسرين خرجت كل شيء. استنى نسرين اليوم خرجت كل شيء، مش
شاي جافيل، ريحة الجافيل تسرع، ريحة الجافيل تسرع. تسييق اليوم، نهار تسييق. أمين أمين، إيجا خويا لحظة إيجا. ها هي الصالة قاعدة تتسيق. شاها كل شيء قاعد يتسيق وقاعد ينظف بالجافيل وبالدنيا. شو ده تيم يحكي مع جديت؟ هاي تحكي له لو حي قاعد بحذا جديته، هي تطبق في الحويج وهو يسأل فيه. كل شيء على برا من هنا، كل شيء يخرج على برا. اليوم نهار أحد، روتين نهار لحد. روتينات يحكيو جديته برك عليه. هنا البنات شكون حاضر الفطور؟ حاضر لنا امان الفطور، الكسكسي سقاه هو ديتو. انا والله ادعوا لي وكهو، تعبت برشا البنات وان شاء الله ربي معانا وكهو. شوف طريقه السقا نتاعه كيفاش سقى. الحاصل هذه هي الدباره نتاع اليوم. تو باش نخرج ونقصدوا ربي في الليل، خلينا نوريكم شنو حضرت العشاء. وهنا البنات هذا هو العشاء، دجاج بالكركم والواحد دجاج ذر وروز وياغورت باش نهزوه معانا وين ماشيين هاكم معانا. الحاصل نسرين تعمل في سنادق ونهزو معانا، يعني فما اسمه تنوريهم لكم اللي يدعم فيهم الامان والتيم. يبدو هكا بثلاثه فيهم بلاصه للسلطه وبلاصه كتعرفوهم، اوكي الدجاج نتاع القوتي نتاعهم حطيتنهم فيهم، ومتاع الروز ولا معناتها البلا البرينسيبال، وبالطبيعه يا خورت هذاك ديسير خاطر انا مريضه كيما قلت لكم، مريضه برشا. ربي يشفيني ويشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين، نشكيكم الخير. ايما الجريسا مسكينه حاولت تخرجني وتفرهدني والكل. نمشي والله بالدواء البنات بالمسكنات. هنا جولة في قفصة حبيت نخرجكم ليها، حبيت نعمل بكم هكا دورة في الليل. قلت خليني نصور لكم. هنا تيم الحصيل وهبطنا البلاصه يحبها برشا يموت عليها كيما الصغيرات الكل، البونغو. هذه بلاصه شوفوا معناتها انا استشرت مولا لي معناتها يبيع وربي يجيب له القسم في اني باش نصور. فريمون كي تبدا حاجه البنات والله راهو الشيء اللي نعمله كل شيء عليا ربي، وهاني طريحت في رعش في المر، راني نصور حاجه نقول خلي الانسان اللي عامل حاجه باهيه تستنفع منها الناس، صومها يبدأ ده معقول معناتها والبنة بنينة. انا الحقيقة حاجة جربتها كليتها سيرتو في الماكلة، انا ديما معناتها نمشي لكم حاجات نتاع الماكلة ندلكم عليها، وانا مثلا ساعات لبسة ساعات نقولوا احنا سمولي البنات معون اي فهمتوا. فهذه مشينا للبلاصة هذه، والله نسيت اسمه، ها سرين خرجت الخدمة نسيت اسمه شنو اسمه الوليد. فريمون يستخدم على رواحة ربي عينها، يعملوا جلاس، الجلاس نتاعهم ما شاء الله. وصوموا بالقداء تو نوريكم معناتها الاسوام. يبدا من 2000 ويخدم وضحك على وجهه متربي. ديجا يحكي مع راجل هنا يحشم يهزش راسه، يبدا يخدم على روحه. فريمون عجبتني صراحه البلاصه وشجعته اني قلت خلي نوريه موجود في القصر هذا البونغو واسوامه تو تشوفوه. تصوروا من دينار يبدا يكون، يعني ريتو فما واحد صندوق يتخدم خدمنا منهم احنا قداش من واحد ب 3500 فريمون. صندوق تاع 3500 مش يشبع، ومازلنا احنا نلقوا حاجه هكاك فيه ما شاء الله، يعني دبول نتاع كلاص تبارك الله. يعني خدمنا هنا الحصيل ويعطيك بيستاج فريز شوكولاته نوازيت اسمها سيترون، اللي جو موجودين في هذايا في الصندوق نتاع 3500 اللي انا باش نوريهولكم. سامحوني هاني قلت لكم هنا وراجي خلص فيه ب 3500
فيه يحط لك تروا كورني هكا ولا دو معناتها معاك بعد ما يحط كاك البوله هذيك نتاع الكلاص. الحاصل فانا قلت خليني نصوره لكم ونحنا ماشيين رحنا توا قاضيين ربي خرجنا خرجه ديما نسترين كي تجي العشيه تقولي فتن هي عندي ليك مفاجاه هي حضري روحك باش تخرجني مسكينه كل عشيه وكل ساعه نقول لها يزي نسترين مش لازم راني انا بيدي جايه لفتره نقاها معناتها عطيني نشد الدار تنمو نبدا في البرعا هما الاسوام لبنان نبدا البرا والكل وتكمره موجود في القصر استقبل كل شيء. وتفكرت حاجه المره الاخرى قلت لكم لولي البارك اللي مشينا له راهو في القطار انا قلت لكم القصر سامحوني الله غالب راني اهو نتاع ديره قلت لكم راني في القصر وانا في القطار وقتها القطار اللي مشينا وين بيسين وين الاجواء وين كذا وين قلت لكم راهو مولاه تركي ومرته قفصيه تحيه لها وتحيه لك فاسه كل بلاصه فيك يا تونس مي انا كل بلاصه نمشي لها نحيي ناسها نحيي اهلها. الحاصل هو لبناتك سنيديق نودكم ولنشهيكم فريمون حاجة روعة تلقي انتي شوفي قداش من بول ما شاء الله وحتى من بسكي يحط لك الفلفول قلت تاي ما نحب الفلفل تاي يمشي باش ياكل الفلفل الفلفول اللي يحطه هو الحاصيله نودكم ولنشهيكم وان شاء الله قسمكم منه في الجنة الناس الكل ربي يعين وربي يعين الناس الكل ربي يعين الشباب الكل وربي يجيب القسم للجميع. تبدا حاجه هكا هذايا البنات اللي تتفرجوا فيه ب 3500 راه مش خاطر بوب مش خاطر هو يشوف يروحوا يتصور هذا ذقناه قبل يعني كليناه قبل وكنت عديت هكا دوب لحظة هكا فيه ونحن قاعدين معناتها صورت الصندوق ميت اليوم عاودت مشينا معناتها في الفيديو هذايا وكل قلت والله لازم نصوره باش ندل البنات عليه اللي موجودين في قفصة وحتى اللي في المتلوي ولا في العرايس ولا فرداء اللي يهبط يحوس في قفصة يمشي للقصر يلقى البونغو ياخذ منه خاصة تو في الصيف وانتم متعدين للقطار نجموا تاخذوا منه وماشيين للبارك صومبي والله نشوفها حاجه باهي معناتها بالنسبه للصغيرات كي تشرينهم صندوق هكاك برك الله مليان يكفيهم ويوفيهم ولو انهم تعرفوا الصغيرات يموتوا على الحاجات هذه. المهم هنا نقرب في التصوير دايما عامل حلقه على الفلفول قلت لها الفلفل يقوله قلت لها يحبها شاي قلت لها راهو بالكلاص هذا يا بني هذه هي البنات الحصيله تو يجي الصيف ويجي مصروف الصيف وتجي اجواء الصيف ايش باش نحكي لكم. المهم هنا شدين الثنية شوفوا فما بلاصة يمشوا لها القفاصة يقعدوا فيها البلاصة هذه يقولوا لها راس الكيف. راس الكيف بلاصة فيها برود يا البنات برود راي ريتو أنا كي نمشي نقولهم باش نرقد فيها الناس تهز عشاها فما ممشى محلاه عاملين الحق معناتها تتقعد فيها متاع عائلات عرفتوا كيفاش تهز العشاء تهز اللي كتب من ربي حتى بعد العشاء الواحد يهز ما بارد جازوز جو سيتروناد معموله في الدار اللي كتب من ربي جست انا كي عشنا الاجواء هذه معناتها صورت لكم معناتها شنو وين مشينا وين قعدنا وما ننساش في الفيديو باش نشكر نسرين اللي بالحق عرفتني على قفصه رغم اني انا من ولايه قفصه يعني انا اصلي الاصيل متلويه قفصيه نتسمى هذيك هي ولايتنا اللي نتشرف بجذوري وباصلي وبمفصلي وبجدودي وبعروقي نقول انا وبجذوري لكن ما نعرفهاش الحق ما كنتش نجي نهبط مثلا في المحطه عندي مثلا قضيات فك السوق سوقها كبير قفصه وسوق الاربعه معروف والكل نمشي نقضي قضيتي ونرجع تقريبا على ثنيتي يعني ما نعرفش تسيبيني فيها نضيع رغم انه خالت امي معناتها في حي النور وكنت حتى كي تبدا فما فرح ولا حاجه نمشولها الله يرحمها وينعمها يعني كنت نجي وانا نتفكر وانا صغيره اما ما نعرفش ندور وحدي تسيبيني نضيع. كانوا اهل امي تحيه ليهم معناتها وبنات خالاتها وكل كي كنا نجو معناتها هي هما نمشوا بحذاهم والكل وكاو اما ما نعرفش انا وحدي. المهم اليوم مره عندي توا جايتين هذوما معناتها جايه الشتاء كي جيت بحذا نسرين وجايه هذه الحقيقه تعرفت على
على قفصة والظروف. الحقيقة الظروف هي اللي خلتني نتعرف عليها، ما كنتش معناتها لولا ما كانتش ظروفي، معناتها انه المرمى وكل واتت اني نجي هنا ما كانت. شوفوا الحجر، الحجر وعلاقة زين بالحجر. ريتو انا من باب الادب ومن باب التربية ديما، خاتي مريم هي القدام ديما، الام نحبها القدام، حتى امي ديما القدام، بلاصتها ديما القدام، تبدأ معايا للا ديما هي للقدام في الكرة، يعني ديما نبجل العبد الكبير هو قاعدة عند خالتي مريم. قلت لها خالتي مريم وصلوني المحطة التون، قال لي شعملت ندم يقولوا لي لا مو تعود هو كي يقولوا له مو يطنقر من قدام. لا لا ما تطنقرش من قدام، يجي للحجر، علاقته بالحجر حجري يموت عليه. عاد البارح شكون حط في حجري؟ البنات حط كراميل، كراميل وندلل عليه وديو عسل وقطوس. وتعرفوا عاد هو جاء جنبي قلي قحزي تطفيت، باش نقول بحثي كراني بردت وحش روحها بحثي. اي سيد قلت لها، قلت لها انا قلي قلبي يوجع فيه، هو قلبه يوجع فيه عليش على خاطر انا نتربج بكراميل. قلت لها هم اش بيك واللي تشديته هو سيب الكراميل وشديته هو. قولوا لي بركة، قلت نسرين نهار تروح فاتني اش باش يصير في تاي على ما هو متعلق بي. ربي يعطيه الوقت الطيب وربي يحفظه لميمته والبابا هو وأمونة، وربي يبقى عليهم الستر. شو نقول له عنده فازة، نقول له تيم أعمل هك، هو مش نقول له أنا أعمل هك، نقول له الفازة نتاعك تيم يعمل لي هك. عنده فازة سبيسيال. الحاصل ما مزورت لكم مش بلاصة اللي احنا فيها، خطر ديجا التليفون تعب ذي في ثنيتنا وإحنا ماشيين تعب التليفون. فرح بينا عطيه صح نصوروا فيه الكلاس. في بيك هفا عندي صويم سمحة عليك. اي بلاش فلوس وخير حتى ما ديش كلاس 3500 كورن وماسك لاس. انا قد لي شهرين اول حتى اكثر من شهرين هفا احسن. ها هفا صحي يعني تعملوا هنا يعني في الدار يعمل يعني فيه حاجة سهلة عجبك يعني. بيبي كيفاش قاعد ياكل في الكلاس حبيبي. ترانشف حبيب وخيتي محلى تربية ولادي ومحلى تربية جيني الزين حبيبي. شك التربية شوف. هنا تنمو ما شاء الله وبرشة الجلاس ولا يخلط يقول لك نطيف العشاء. بيبزز مغارفة وانا يخلط. المهم صديقاتي هذا هو كان الفيديو، والله ما كانش بشي هبط أصل يا أخي. قلت يعني نعمل على ربي ونمنجلكم وكله ما خليكمش تستنوني، وإن شاء الله ربي يفرح قلوبكم ويعطيكم ما تتمنوا ويجبر بخاطركم. في أمان الله وفي حفظ ربي ورعاية.